اسمح لنا كابتن عادل سريعا هنروح دلوقتي معانا زميلنا العزيز مينا ماهر، هو معاه عم حارس الجميل دلوقتي في النادي وعامل اللقاء ده. خلينا كده نروح نستمع لهذا اللقاء. مينا صباح الخير كده، وسلم لنا في البدايه على عم حارس. صباح الخير. بجد تحياتي ليك يا كريم وليك يا نهاوند، يعني معايا قامه ورمز وتاريخ في النادي الاهلي، هنا معايا عم حارس. عم حارس في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، يعني وعايز اعرف، بنبارك لك طبعا في البدايه على البطوله، وعايز اعرف منك الكواليس والاجواء. يمكن شايفينك يعني كنت بتتنطط في الملعب ومبسوط، عايز اعرف منك الكواليس وازاي فرحت مع اللعيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر اول حاجه قناه الاهلي طبعا اللي هي استضافتني دلوقتي، واقول لكم اللي انا كنت سعيد طبعا بالبطوله التاسعه لبطوله افريقيا، وكنت يعني وانا بعد المباراه واحنا ماشيين على الطريق كوبري اكتوبر فوق، الفرحه مساعيه جمهور نادي الاهلي. جمهور الاهلي طبعا يعتبر بنقول 70 مليون اللي هم بيشجعوا الاهلي، واحنا ماشيين في نفس الطريق، احنا جايين من استاد القاهره لحد النادي الاهلي في الجزيره في خلال 3 ساعات. يمكن يا عم حارس عايزين نعرف منك بعد ما روحت ازاي احتفلت مع الاسره، ازاي احتفلت مع الناس والجيران، كلمني اكتر عن يومك والكواليس في اليوم ده. طبعا الكواليس في اليوم دوت اللي انا روحت في المنطقه مروح وفرحان، ولقيت الشارع كله الكوتش حارس جه بيقولوا كل اللي قابلني مبروك ببطوله افريقيا البطوله التاسعه يا عم حارس. طب عايز اعرف منك يا عم حارس في البطولات اللي زي دي والنهائيات اللي زي دي بتسعد مع اللعيبه ازاي؟ بتتكلم مع اللعيبه ازاي؟ يعني انا عارف انك بتوفر كل سبل الراحه للاعبين ان هم ينزلوا ويركزوا ويأدوا اداء قوي جدا، كلمني اكتر ازاي اليوم ده يعني رتبت له وجهزت له. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاول احنا قبلها بخلال اسبوع بعد مباراه الكاس مصر بتاعتنا قفلنا الباب على نفسنا وبينا مركزين في مباراه الزمالك، بس احنا رايحين بنعمل الراحه للجميع اللاعبين ان ما بفكرش ويركز في ايه هذا المباراه، بس يعني ما بين من جميع الادوات بنحضرها له والخدمات بنعملها له علشان اللي هو يركز في المباراه عشان يعمل مباراه كويسه. وجميع لعيبه نادي الاهلي بشكرها طبعا على البطوله التاسعه اللي هي كانت غايبه عننا بقالها 7 سنين اللي هم دخلوها نادي الاهلي وهم بيهدوها رقم واحد لجمهور نادي الاهلي. طيب طبعا احنا عارفين ان كوتش موسيماني قفل صفحه بطوله افريقيا وخلاص بنركز عندنا في خلال 5 6 ايام بطوله محليه اخرى، كلمني ازاي بنستعد، ازاي قفلنا خلاص بنبدا بطوله جديده ومشوار جديد ولقب جديد للنادي الاهلي. طبعا بعد مباراه الزمالك طبعا احنا فرحنا 24 ساعه، بعد ال 24 ساعه طبعا قفلنا الباب على نفسنا تاني لان في بطوله جديده اللي هي بطوله اسمها بطوله كاس مصر. طبعا بنستعد لها استعداد جامد لان عندنا مباراه بكره مع الاتحاد الاسكندري في السويس، وان شاء الله نكسب الاتحاد وهنركز اكتر في مباراه النهائي بيننا وبين طلائع الجيش او بيننا وبين نادي الزمالك. طب يمكن انا عم حارس كان ليا لقاء معاك قبل مباراه الزمالك وقلت لك تقول لجماهير النادي الاهلي، قلت لي ان شاء الله هنفرح جماهير النادي الاهلي وان شاء الله النجمه التاسعه هتكون هنا في النادي الاهلي، تقول ايه لجماهير النادي الاهلي قبل مباراه نصف نهائي كاس مصر؟ اقول لجمهور الاهلي برضو استمروا وخليكم ورانا برضو وان شاء الله اللي احنا هنفرحكم ونجيب لكم البطوله التاسعه. ده كان لقائي مع وش السعد عم حارس، يمكن تاريخه قامه كبيره من قامات النادي الاهلي، يمكن انا بتفائل بيه، اتكلمت معاه قبل ماتش الزمالك قلت له عم حارس تقول ايه لجماهير النادي الاهلي؟ قال لي اوعدهم بالبطوله ان شاء الله، اللعيبه رجاله ومركزين. دلوقتي عم حارس على الهوا بيوعدنا ببطوله كاس مصر ان شاء الله. لو في اي اسئله او استفسارات لعم حارس انا معاكم في الاستوديو. لا احنا بنشكرك جدا يا مينا على اللقاء الجميل ده، وعم حارس فعلا رمز جميل وتاريخ اكيد حضرتك يعني مدرب بتكلم كلام مدربين والله راجل يعني جميل فعلا حارس. يعني انا طلعت انا كنت صغير في النادي الاهلي وكنت في الناشئين كان حارس مع الفريق الاول، وبعدين طلعنا عليه وهو كان متواجد، وحارس من الناس اللي بيعشقوا النادي دي حقيقه. صحيح. وبعدين كمان ليه دور كبير، خلي بالك طبعا. المنظومه طبعا. المنظومه بتبدا من الملعب حتى بره الملعب يعني النفسي هو ليه دور فيه طبعا. لا وخلي بالك احيانا كتير قوي كنا بنتكسف منهم الناس دي، يعني حارس وسيد والله يرحمه حنفي وسالم، الناس اللي هي كانت موجوده احيانا كنا بنلعب عشانهم دي حقيقه. تخيل انت لما بيجي واحد يقول لك جيت علينا فتره، يجي يعني يقول لك ايه
العبوا بقى، عاوزين ناخد مكافاه شهر ولا شهرين، احنا العبوا لنا بقى خلصوا وكسبونا البطوله دي علشان احنا محتاجينها. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما بيعكسوا نبض الشارع لينا، يعني مثلا يجي يدخل علينا لو مبسوط مننا ومبسوطين بيعملونا كويس قوي، لو مش مبسوط منك في المباريات بص تلاقي يعني المعامله ايه، اتفضل. والحقيقه من اكثر الشخصيات الاهلاويه واكثر يعني اكثرهم شعبيه وجماهيريه. في ناس كتير طبعا خلي بالك، في ناس كتير علشان مش حارس بس، مش عم حارس بس، لا في سيد، في ناس اقدم كمان من عم حارس، يعني الله يرحمه حنفي، لا وفي سيد وفي مكي وفي ناس كتير قوي بيساعدوا الفرقه، ويمكن هم اصدقاء للعيبه اكتر من مسؤولين كتير. صحيح.